أهلا بكم في الدرس الأول من هذه الدورة التي سوف نخصصها من أجل تصميم موقع ويب مستفيدين من الكورسز والدورات التي تعلمناها سابقا وذلك بمختلف جوانب الويب ديفلوبمنت. فقد تعلمنا باستخدام مثلا الـ HTML كيفية بناء هيكلية لصفحة الويب، وأيضا تعلمنا كيفية تزيينها وإظهارها بمظهر معين وذلك باستخدام الـ CSS، ومن ثم تحدثنا عن كيفية إضافة خدمات وظيفية وذلك إما باستخدام الـ PHP أو باستخدام الـ JavaScript. ما سوف نقوم به في هذا الدرس هو تجميع هذه المعلومات التي تعلمناها وتطبيقها بشكل عملي في تصميم موقع ويب تفاعلي بحيث يقوم المستخدم بالتفاعل معه وإدخال معلومات وجلبها. وإضافة في هذا الكورس سوف نقوم باستخدام Database وذلك من أجل تخزين المعطيات المدخلة. في هذا الكورس سوف نركز على كيفية تطبيق هذه الأدوات وكيفية استخدامها، ولن ندخل في التفصيل في شرح كيفية تعمل هذه الأدوات لأنه لدينا خلفية مسبقة عنها من تلك الدورات السابقة. الويب سايت الذي أود إنشاؤه هو أن أقوم بإنشاء بروجكت تطبيق ويب مؤلف من عدة صفحات، فمن خلالها أقوم بعرض الكورسات التي أقوم بتدريسها، وأيضا من أراد الانضمام يقوم بإدخال معلوماته وسوف يتم تخزينها في داتابيس وسوف يتم عرضها في صفحة مختلفة أخرى، وسوف نرى كيف يتم تصميم كل هذا. سوف نعتمد على تصميم احترافي بحيث نقوم بتقسيم الصفحات وذلك حسب الوظيفة التي تؤديها، وأيضا سوف نقوم باختصار الكود وذلك بتعميمه واستخدامه أكثر من مرة. بداية دعوني أقوم بالهيكلية الأولى وذلك من خلال تصميم البنية الأساسية والتي هي الصفحات التي سوف أقوم بالانتقال فيما بينها، وسوف أقوم باستخدام هذه الصورة والتي تعبر عن اللوجو بالإضافة لهذه الصورة والتي تعبر عن الخلفية. بداية هنا في البروجكت سوف أقوم بإنشاء فايل يعبر عن الصفحة الأساسية لنقول مثلا index، دعونا نقوم بجعله PHP. أضغط على exclamation mark إشارة تعجب ومن ثم tab. سوف أقوم هنا بكتابة العنوان الأساسي the title، وهنا سوف أقوم بتصميم البنية. أود أولا أن أقوم بإضافة عناوين أساسية في الأعلى، مثلا سوف أقوم بإضافتها Add Division كما تعلمنا، وضمنها مثلا لنقول Tag Header 2 لنقول ALH Software، وهنا أيضا مثلا H2 لنقول على سبيل المثال Learning Matters، وأخيرا نقوم بإضافة مثلا صورة اللوجو. فأقوم بإضافة Image، سوف أقوم بإضافة الصورة وهي الموجودة في Images لنرى، أعتقد لا يرى Images، قمت هنا بوضع الIndex في الImages وأقوم بإخراجها. نعم أصبحت موجودة في البروجكت تمام بهذا الشكل. فالآن أعتقد أنني أستطيع رؤية الImages. نعم نتأكد من اسمها Logo بهذا الشكل. سوف أقوم بإضافة كلاس لها من أجل إضافة بعض الخصائص لاحقا وذلك في CSS، نقول مثلا لوجو. وأيضا أريد إضافة Navigation وذلك من أجل الانتقال بين الصفحات، فأقوم باستخدام List An Ordered List بهذا الشكل وتحوي على Element بهذا الشكل، وضمنها يوجد روابط تشعبية للانتقال للصفحات. سوف أقوم بإضافة صفحة من أجل الانضمام إلى هذه المنصة، وسوف أقوم بإضافة صفحة أيضا لعرض المشتركين وصفحة لعرض الكورسات وصفحة لعرض معلومات عامة عن المنصة. لاستدعاء رابط تشعبي أقوم باستخدام tag A بهذا الشكل، نقوم بتسمية الصفحة الأولى مثلا join، وهنا hyperlink reference. في البداية ليس لدي صفحة فسوف أقوم بكتابتها join، قم بنسخ هذه مثلا لنقول courses members about بهذا الشكل. طبعا الآن إذا قمنا بعرضها فسوف تكون مجردة من أي تصاميم وسوف تعرض بشكل غير محبب وبشكل مجرد من أي ديزاين، فتكون على الشكل التالي. لنقوم الآن بعرض الصفحة وأذهب أولا وأقوم بتفعيل الإكزام
تأكد من أنه مفعل. نعم. بعدها اذهب إلى المتصفح هنا لنقول مثلا localhost في البروجكت، فسوف تكون على الشكل التالي. نرى هنا أنه ليس لدي أي ديزاين والصفحة قد تحتوي على هذه المكونات. هذا بالنسبة للـ HTML. الآن سوف أقوم بإدخال بعض الديزاين والستايل وذلك باستخدام الـ CSS. طبعاً العمل سوف يكون على ملف واحد، ولكن بعد الانتهاء سوف أقوم بالترتيب وتقسيمها إلى ملفات عديدة. أذهب الآن وأقوم بتصميم الديزاين. أبدأ هنا في الهيد بإنشاء تاب style وأقوم بإضافة الإعدادات. مثلاً بالنسبة لتاب UL an order list أقوم بإضافة الإعدادات التالية. أولاً سوف أقوم بالتخلص من هذه النقاط لأنني سوف أقوم بعرضها بشكل أفقي، فلا حاجة لهذه، وسوف أقوم بعرضها بشكل مختلف. فهنا سوف أقول نان، وأيضا اللون الخاص فيها في الخلفية مثلا لنقول light blue، والعرض display سوف يكون fix للعرض الأفقي. وبالنسبة للjustify content كما تعلمنا في CSS سوف أقوم بجعله space around، وذلك من أجل وضع مسافات بينهما دون الوصول إلى الحواف. وقد أقوم أيضا بإضافة border مثلا 3 بيكسل solid black، وقد أقوم أيضا بتليين الحواف فأقول مثلا border radius مثلا بالنسبة للزاويتين المتناظرتين 10 بيكسل مع 5 بيكسل، فقط من أجل أن أقوم بجعلها غير مدببة بشكل كامل. هذا بالنسبة لل UL. إذا عرضنا الآن تصبح بهذا الشكل. قمنا الآن بعمل جيد وبتعديل على هذه الخصائص. أكمل الآن في هذه الإعدادات وأقول هنا مثلا الهيدر 2 دعوني أقوم بإضافة بادي عند التوب وذلك من أجل النزول قليلا مثلا 10 بكسل. وبالنسبة للعناصر الموجودة في هذه الليست وهي الصفحات التي تعبر عنها أستطيع هنا أن أقول display inline مثلا. طبعا هذه الإعدادات ليست الوحيدة ويمكنكم دوما استخدام الإعدادات التي ترونها مناسبة. قم أيضا باستخدام الفونت سايز لتعديل الخط مثلا 1.2 pm padding على جميع الجوانب مثلا 10 بكسل. لنرى الآن أقوم بالتحديد. جيد، فأقوم الآن بالتعديل على هذه المكونات لتأخذوا أفضل مما هي عليه الآن. أقوم هنا عند اللوجو، وبما أنه كلاس أقوم باستدعاء نقطة ثم اسم الكلاس، وإذا كان ID نقوم بوضع هاش. بالنسبة لللوجو أقوم بوضع مثلا width لنقول 100 بكسل و height 50 بكسل. وبالنسبة للبادينج مثلا لنقول بادينج توب 20 بكسل. لماذا؟ لأنه فعليا الصورة عرضها أكثر من ارتفاعها، لذلك سوف أقوم بإنزالها قليلا إلى الأسفل وذلك من أجل النسق. وهنا سوف أقوم بالتعديل على Div Properties وذلك من أجل جعل العناصر الموجودة ضمنه Header 2 و Image موجودة بشكل أفقي. وأقول Display Clicks وأيضا Justify Content Space Around. من الممكن أيضا أن أقوم بالتعديل على الخط مثلا Font Family أيا يكن مثلا هذا النوع من الخط Cursor. لنرى الآن قم بالتعديل فنراها بهذا الشكل، نرى أنها أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه. وهنا قمت بالنزول قليلا ووضع هذه الصورة هنا وذلك باستخدام البادينج هوم كما رأينا. هنا عندما أقوم بالضغط على هذه العناصر نرى هنا في الـ URL في العنوان كيف أقوم باستعراض هذه الأسماء ولكنها لا تعبر عن صفحات حاليا. سوف أقوم بإضافة بعض العناصر التفاعلية على هذه الإليمنتس وذلك من أجل إعطاء فيدباك وتغذية راجعة مفيدة للمستخدم. لنقوم بذلك، ولكن قبل ذلك دعوني أقوم مثلا بالتعديل على البادي. ومن الممكن أن أقوم مثلا بإضافة خلفية التي رأيناها في الإيميجز. فهنا أقول بادي مثلا background image باستخدام URL، وهنا أقوم باستدعاء الإيميجز أعتقد كان اسمها background dot
JPG. لنرى الآن. تمام، ولكن نرى هنا التكرار في إنتاجها، ويجب علي التخلص من هذا. Background Repeat No Repeat. ومن أجل أن أقوم بتعميم هذه الخلفية على كامل الصفحة، أقول هنا Background Size مثلا Cover بهذا الشكل. جيد، أصبحت الخلفية مناسبة ومتلائمة مع هذه العناصر، وأصبحت أجمل بكثير مما كانت عليه. لنقوم الآن بإضافة العناصر التفاعلية على هذه الإلمنت. مثلا إذا قلنا هنا عند هذه العناصر، مثلا هنا عند هذا العنصر، وبعده إذا أتى Hyperlink A، فقم بما يلي. أولا قم بجعل اللون أسود، وبالنسبة للبادينج سوف أعمل على زاويتين، لنقول مثلا 20 بكسل أو 23 بكسل مع 24 بكسل. طبعا ليس الفرق الكبير، ولكن فقط التغيير. فهنا تعمل على زاويتين وهنا على زاويتين كما رأينا وتحدثنا عنها في الدروس السابقة. وسوف أقوم بالتخلص من الأندرلاين، الخط الموجود في أسفل الكلمات، وذلك استخدام Text Decoration. نقول مثلا None. بالإضافة مثلا لوجود Radius على البوردر الضمني، مثلا لنقول 10 بكسل مع 5 بكسل. سوف تصبح بهذا الشكل. والآن سوف أقوم بإضافة التعديلات والعناصر التفاعلية عندما أقوم بوضع زر الفأرة. ورأينا هذا أنه يعبر عن Pseudo Class والذي هو Hover. إذا كان لدي عنصر وبعده Tag A ومن ثم Hover، فقم بما يلي. Background Color سوف تصبح لنقول Gray، والكلر بالنسبة للكلمات سوف يصبح White، والRadius Border Radius سوف نقوم بزيادته 50 بكسل مع 40 بكسل. لنرى الآن، فهنا نرى كيف أصبحت هذه العناصر تفاعلية إلى حد ما، ولكن سوف أقوم بوضع Transition لأن ذلك قد يجعل الصفحة أكثر احترافية وتفاعل أعلى درجة. فعندما أقوم بوضع زر الفأرة هنا لن يحدث هذا التغيير بشكل مفاجئ، وإنما سوف يكون متدرج. أستطيع القيام بذلك هنا استخدام Transition All جميع هذه الخصائص، يتم خلال 1 ثانية دون وجود Delay، ونمط الحركة Ease and Out. لنرى الآن، نراها بهذا الشكل. ممتاز جدا، أصبحت الآن العناصر تفاعلية وأصبحت الصفحة احترافية نوعا ما. وسوف نبدأ الآن انطلاقا من هذا التصميم، بحيث سوف نقوم بتعميمه على بقية الصفحات. في كل مرة عندما أقوم بالضغط على هذه الصفحات سوف تظهر مكوناتها في هذا الجزء، بالإضافة لوجود هذا الجزء، أي هذا فعليا يعبر عن الهدف، وأيضا سوف نقوم بكتابة نص بسيط يعبر عن الفكرة، وسوف نقوم بتعميمهما في جميع هذه الصفحات. ولكن نترك ذلك إلى الدرس القادم. كان هذا باختصار الدرس الأول من هذه الدورة التي سوف نخصصها من أجل تصميم موقع ويب تفاعلي وديناميكي نربط معه داتابيس ونقوم باستخدام ما تعلمناه في الويب ديفلوبمنت. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.